هاي امشي شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال سمح لنا بأربع نسوان واني ما خذيت الا هذا. هاي انت هاي ام حسين جوازت وجيت في سبيل اهرب منه من الكمل اللي رجعني جحيم والله لا رجع عايشي. تين عايشه بألف نعم هاي روح يا عيني خلاص انا يوم اطلب منك انا اسوي تقول لك اياها ما ادري ايش فيك يا سعيد ماشي شلون زهرة عايشين كلياتنا عايشين من خلت الموت بس والله مبين على وجهك مو من خلت الموت هاي بي من اول بس لازم نتفارق مع بعضنا ضد الرجال بلد مثل ما بتعرفوا اكيد بلدنا هاد بلد كتير حلو في إلنا ذكريات في إلنا جيران في إلنا ايوه تعليمكم ان شاء الله نرجع على بلدنا سوريا وتصيروا مثل الشيء اللي حاطينه ببلد